مختبر الرازي للتحاليل الطبية فرع طبلينو، واحد من أكثر المختبرات تميزا في ليبيا، ذلك من خلال مواكبة أحدث تقنيات طب المختبرات العالمية. المختبر مجهز بالأجهزة المخبرية من شركات عالمية. يحرص المختبر على تقديم خدمة فائقة الجودة من حيث السرعة ودقة النتائج، كما أن كل خطوات العمل داخل المختبر الرازي ينظمها برنامج حاسب آلي من بداية دخول المريض وربط عمل الأجهزة المعملية بنفس المنظومة. يوجد في مختبر الرازي جهاز قياس السكر في الدم والنتائج خلال 5 دقائق من شركة EKF الألمانية، جهاز قياس عدد خلايا الدم CBC من شركة نيهون كودن اليابانية، جهاز قياس سيولة الدم من شركة تيكو الألمانية، جهاز قياس معدل الهرمونات في الجسم من شركة روش الألمانية، جهاز قياس نسبة الأملاح من شركة GS ميتسينا الأرجنتينية، جهاز قياس السكر التراكمي G8 من شركة توسو اليابانية، جهاز قياس اختبارات الكيمياء الحيوية BA200 من شركة بايو سيستم الإسبانية، وجهاز بايولس 30 من شركة طوكيو بوكي اليابانية، جهاز قياس معدل السمنة إنبادي 770 من شركة إنبادي الكورية. المختبر متعاقد مع مختبرات DDC الأمريكية لإرسال العينات الخاصة باختبار النسب، إثبات الأخوة وإثبات الأبوة. قريبا سيوفر مختبرات خاصة بفحوصات PCR والجينات الوراثية، وسيتم البدء في إجراء مساحات الكشف على فيروس كورونا PCR. المختبر متعاقد مع عدة شركات تأمين وعلى استعداد تام للتعاقد مع شركات التأمين الأخرى. العنوان: طبلينو، مقر عيادة السنونو سابقا. مختبر الرازي، الدقة في نتائج التحاليل.